لحظة من اللحظات يأتيك حاج أو قاصد لبيت الله فيدعو لك بدعوة تسعد سعادة لا تشقى بعد شيء. ولو تسيء التعامل مع ذلك قد يدعي عليك دعوة في هذا المكان تشقى فلا تسعد بعد شيء. فيجب أن نحسن العمل مع قاصد بيت الله حتى لو سألنا يجب أن نتحمل، لأننا رجال أمن ونمثل الدولة. الدولة بذلت الكثير، ومن ذلك البذل أن سخرت لهؤلاء القاصدين بيت الله سبحانه وتعالى رجال أمن زيكم أنهم إن شاء الله يمثلون ويكونوا عند حسن الظن. يجب أن دائما نضع الله أمام عيوننا، فلا نتكلم ولا نرفع أيدينا إلا في حدود العمل والمساعدة والتوجيه فقط لا غير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، ويحسن عملنا وقولنا ويتقبل منه.